بوصلة السياح تتجه هذه الأيام إلى منطقة التاسيل نزار، والتي تفتح ذراعيها لعشاق المغامرات، الراحة والاستجمام. J'invite tout le monde à visiter et vraiment partager des moments extraordinaires avec les Touaregs, de voir le coucher de soleil, de voir la vache qui pleure, de regarder cette tradition, la musique, l'art et de voir cette folklore avec tous ces paysages que, et de voir ces sculptures rupestres. Comme, si j'ai bien compris, ce sont les plus grands nombres de sculptures rupestres au monde, c'est ici à Janet. Nous sommes ici à l'écoutichef Jamel Janet Sihria, manadar tabi'iya, jiddu khalab. وكذلك الاحتكاك مع الثقافة المحلية، كما دوك رانا نشوفوا رقصة الجمال، وهي أول مرة نشوف هذه الرقصة وهي رائعة جدا. أدعو الجميع السياح الوطنيين المحليين والعالميين أنهم يزوروا أجمل منطقة في العالم على الحضيرة الثقافية لتصل نزجر. مواقع أثرية ومناظر طبيعية تدعو السائحة لزيارتها واكتشافها عن قرب. ساهمت الجمعيات المحلية في الترويج لها من خلال معارض للصناعة التقليدية تبرز التاريخ العريق لمنطقة التصل نزجر. احنا ديما كي يجونا الضياف هذا هو استقبلوهم بالخيمه ورقصه الجمال هالي ون ها كبروا بهم على شرف عاده ما هذه من عادات التقاليد موها أزر. بين ان نصنع للتحف الفنيه المتعلقه بالصخور والنقوش المتواجده في صحراء التاسيني نجر بهذه المناسبه باش نديروا الترويج والتسويق نتاع المنتوجات الصناعه التقليديه. الحمد لله نشاهد يعني انه في اقبال للسياحه الداخليين الجزائريين، والحمد لله جميع المواقع السياحية مفتوحة لجميع الزوار، وجانت ترحب بجميع زوارها. هكذا هي التاسيل نزجر، أكبر متحف مفتوح على الهواء الطلق، بها من المناظر ما يدعو للوقوف والتأمل في صنع الخالق.